أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى، قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون العربية. جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن زيارته للعراق وسوريا. على رأس وفد من مجلسكم الموقر في أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، وخلال أعمال المؤتمر ألقيت كلمة بشأن سبل تعزيز الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. أكدت خلالها على أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى، قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.